كلها الرجال، ولولا إيماني بلي كاين رجال ورجال مخلصين، القوة المركب هي رجال، وقوة الرجال اللي عندنا هي لي جون دو لا برودكسيون، هما القوة. بدأنا في فعليا في تشغيل الفرن العالي البارحة على الساعة 7 ليلا، وكان شرف أن حضر معنا رئيس مدير عام مجمع الصناعي لسيداد اللي كان حاضر معنا في عملية بدء تشغيل الفرن. العملية هذه رايحة تدوم حوالي 15 حتى 18 يوم، ربما 20 يوم، لأن الفرن كما لا يخفى على أحد كان متوقف منذ 17 سبتمبر، يعني لابد أننا نراعي مراحل إعادة التشغيل وفق خطة وضعوها مديرية الإنتاج مع التقنيين، عندهم التجربة في هذا المجال. بعد ذلك ندخل مباشرة في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنتاج. حاليا عندنا على مستوى المخزونات 20,000 طن من الكوك اللي وصلتنا مؤخرا في نوفمبر الماضي. كان لابد إيجاد حلول لإعادة ليزابروفيزيونمون تاع الكوك، هذا ما قمنا به مباشرة، ما كانش عندنا الوقت، كان لابد أن الأمور تكون بسرعة جدا لأن المركب كان متوقف. تقنيا كان لابد لنا أن نحل الشحنات القادمة حتى ما يكونش توقف، كنا قادرين نشعله ونفعله ولكن بعد 20 يوم نتوقفه. لا، ثاني شحنة راح توصلنا في نقولوا بداية السنة، بعدها مباشرة عندنا زوج شحنات 15، كل هذه الشحنات راح تكون في شهر جانفي، يعني ما يمثل 70,000 طن. مباشرة تكون شحنة أخرى في شهر فبراير تاع 40,000 طن. اليوم عندنا ان ستوك، يعني قدرنا نكونوا مخزون اللي راح نجيبوه يسمح لنا ان نشتغلوا على الأقل في 3 أشهر. هذا ما يكفيش، إذا هناك الآن لازم ندخلوا في عملية الإنتاج حتى نقدر نمول الشحنات الأخرى. هنا لازم نشكر البنك الجزائري الخارجي لأنه كنا في وضعية مالية صعبة جدا، لولا الدعم المتواصل تاعو اللي سمح لنا أن نمول الشحنات القادمة. مشكلة تاع الكوك نقدروا نصنفوه في صنفين. الصنف الحالي وهو على المدى القصير هو أولا حوكمة التسيير، لا بلانيفيكاسيون دي زابروفيزيونمون، اي تمويل التسيير، التموينات، حوكمة التسيير، يعني لازم هنا يكون تخطيط دقيق حتى ما نقعوش في نفس الاخطاء تاع توقف الفرن. يعني لا بلانيفيكاسيون دو تيت تري ايتودي تري بلانيفي باش نيفيتيو هذه المشاكل. الامر الثاني مشكل التموين، يعني لازم الاكمال باش تمول. يعني عندنا دو فاصون دو فير نو دوفون ريابون، يعني لازم نعاودو نتعلمو من جديد كيفاش نيغوسيو افيك لي فورنيسور تاعنا حتى ما يكونش لي بيمون ا لافونس، يعني طريقه التمويل يكون دي بيمون ا بوستيريوري، يعني بعد لا ديفيزيون. هذا يعطينا اينيزونس، هذا يتطلب وقت، وحنا عدونا اليوم الوقت، لازمنا اون دو فير فيت، اون با لو طون، لاني 2024 هي بدات، دونك لازمنا اون دو فير فيت. الامر الثاني هو التموين اليوم كما قلت البنك الجزائري الخارجي مولنا بزوج شحنات اللي راهم قادمين. الان لازم حنا نكونوا لي ريسورس فينانسيير باش نقدروا نزيدوا نمولوا الشحنات القادمه بترشيد النفقات، اعطاء الاوليه القصوى للانتاج وللصيانه، لانه المركب لي انستالاسيون قدم، يعني من ناحيه ويتطلب صيانه اللي ما دارتش، اذا لازم نعطيو اهميه ايضا للصيانه. المركب حاليا بالتكنولوجيا الموجوده راهو ينتج اصناف عديده من المنتوجات، لوغون بيتون، لابوبين، لابوبين غالفانيزي، لا تيبري، عندنا ايضا منتوجات لربما العام لا يعلمها، وهي سي دي برودوي انكس
لاكتيفيتي اللي عندنا طموح ان نديفلوبيوها ايضا، لانه يعني كانت في الماضي تستعمل الا داخليا، اليوم لازم نحوسوا لها سوق خارجي على مستوى الوطن حتى تكون مصادر تمويل اخرى. هذا لي برودوي كي سون لا سي دي برودوي اوجوردي كو الحجار ينتج تقليديا ومنقادين. اليوم الطموح انه اون فافير دي برودوي ا فورت فالور اجوتي، يعني لازم نروحوا دي برودوي ا فورت فالور اجوتي. لا تيبري اللي ننتجوها لازم نضاعف الانتاج، لانه هذا منتوج حنا استراتيجيه تاعنا راح تبنى عليه هو لا غالفانيزاسيون اوسي. وان شاء الله احنا لو بلان دو ديفلوبمون يعني دو باسي ا اون تكنولوجي سوبيريور كون ابل دي ار اي اي سورتو الي سور دي برودوي اللي اليوم السوق مش متوفر عليها والدوله راهي مضطره انها تستوردها. نعطي امثله صغيره، هناك دراسات راهي موجوده على مستوى الحجاب وبمشاركة المجمع رانا نخدموا اون اون دو فيناليزي لو بلان دو ديفلوبمون بور لو سوميتر ان شاء الله او بوفوار بيبليك بدعم من الوزاره الوصيه، وان شاء الله يمكننا نروحوا لو غاي. نعطي مثالين فقط، مثالين يعني هناك اون بو فير تو، مي لازم تكون عندنا اون فيزيون ايكونوميك كوميرسيال، واش نقدر ننتج كاقتصادي واش نقدر نبيع في المارشي الجزائري. والان لازم نكبر، لازم تكون عندنا نظره ما وراء الحدود، تقعد تخمم صغير تقعد صغير، تخمم كبير تكبر. حنا طموحنا ان نروح ما وراء الحدود. ربما بعض يقول لك لي تري امبيسيو، لا يفو، لازم يكون الطموح. الباقي العمل بذكاء باستراتيجيه مدروسه للوصول الى الاهداف. اليوم المركب يصدر بعض المنتوجات، وهذا شيء يشجع، يعني شكون يا دي كو برودوي يا دي برودوي. الكميه قليله، لازم نطوروها، يعني دوك اكتسبنا تجربه في التصدير، هذا شيء مليح. يفو ريشيرشي دوتغ مارشي، يعني كو سوسوا دون لي برودوي كو نو سوم طران دو كوميرسياليزي les produits sidériques ou là ce qu'on appelle les coproduits ou les mentoujat, elles sont dérivées du process de production ta'na. قبل كل شيء il faut revenir au niveau de production ta'na. حنا اليوم لازم نعاودو نرجعو المركب الى مستوى الانتاج اللي يليق بالسمعه تاعو واللي حقق لنا التوازنات الماليه. قل من 600 الف طن في السنه on est pas bien. Ma faut qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la faaliya. هذا يتطلب عمل، لانه لي انستالاسيون قدم وما دارولهمش عمليات الصيانه، والمورد المالي مشكل كبير. احنا مورد مالي مشكل كبير، انا نعملو بذكاء يعني بمشاركه البنك اللي ساعدنا، ولكن اليوم لازم نتكلوا على نفوسنا نكونوا مورد اي اون فافير دي بريوريتي. مستقبل الحجار هو لو بلان دو ديفلوبمون فاز 2. تكنولوجيا اليوم الكوك يمثل سنويا 200 مليون دولار، وسي التكنولوجيا يعني كي ني بلو ابليكي دون يعني عند لي كونستركت دي برودكتور على انترناسيونال. نعطو امثله في الجزائر، هناك دي كونكورون اللي راهم تكنولوجيا احسن منا، راهم ينتجوا اكثر منا. ليكزومبل لي لا، دونك لازم نروحوا لمستقبل الحجار، لازم نروحوا الى ان بلان دو ديفلوبمون اللي قلت كيما ذكرت رانا نعملوا عليه وان شاء الله نقدموه. المنافس ما يقدرش يكون ازعاج، انا نخاف من نفسي، ما نخافش من المنافس. انا تكون عندي الانتاج، كميه الانتاج، لا كاليتي تاع الانتاج، والسعر المنافس ندخل السوق والنافس. ابري سي دي ريغل كوميرسيال، سي لا فورس دو 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 كونفينكر دو شاكان، سي لا استراتيجي كوميرسيال دو شاكان. انا نحكي لك على الي ما وراء الحدود، يعني الجزائر ما يكون لي، لانه ميم لي برودوي اللي نخدموهم سي دي برودوي اللي ننافسوا فيها. قوه الحجار هي الكفاءات،
اللي يمتلكها الحجار، هي كل الرجال والنساء اللي لما يعني تنزل إليهم تحس باللي يحبوا هذا المركب ومستعدين وراهم متحمسين أنهم يرفعوا التحدي، هذا اللي يزيد يشجعنا. و6000 عامل هو عامل مباشر، ولكن كي تشوف كل لي زومبلوا انديريكت اي تفوت 12000 عامل يعني، وما يمثلش منطقة عنابة فقط، هاي مناطق قالماس وقهرس يعني مناطق الشرق، عندنا من كل الولايات تعمل في الحجار، هو فخر الجزائر ولكن هو لو غانيو بان دو توت اون ريجيون. واجبنا كمسؤولين انه نحافظوا عليه، امانه عطاوها لنا المسؤولين، امانه عطاها لنا الرب سبحانه وتعالى، لازم نحافظوا عليه. الدوله الجزائريه من عمرها ما تخلت على الحجار، الارقام تثبت، الافعال تثبت ان الدوله الجزائريه في كل وقت كانت مع الحجار، رئيس الجمهورية دائما، وزير الصناعة اللي كان له الحظ انه زار الحجار قالها هنايا وقالها يعني في لقاءات، انه وهنا لازم نشكر الوزارة الوصية ونشكر مجمع ايميتال ونشكر مجمع سيدار اللي يعني في المرحلة هذه كانوا واقفين معنا ودعمونا يعني، ولولا تضافر كل الدعم هذا مع الجهود اللي بذلناها ما ربما ما كنا اون ديبلوك لا سيتياسيون. هذا التنويه لابد ان نذكره. اذا الدوله دائما وابدا ستبقى مع الحجار. وزير الصناعه الجديد الى امبولسي نوفيل ديناميك كو تو الموند كونستات اي اون دووا سانسكريغ دون سيت ديمارش اون با لو جوا، يعني بغض النظر انه وزارة راهي تدعم وراهي تفعل وراهي تحفز وتتابع يوميا واش يحدث، كمسؤولين لازم نكونوا قد المسؤولية وقد الأمانة. ديون الحجار ماليا ضخمة، إن شاء الله إن شاء الله فيها خير. شيء طبيعي من أهدافنا، احنا قلنا شعاراتنا تحسين الإنتاج، ترشيد النفقات، تحسين أوضاع العام، ما كاش سر النجاح هكا نشوفوه. أولوية الأولويات هي تحسين احنا نقولوا أوضاع العامل، ولكن هذا الشيء راح يكون بالتدرج ويكون حسب الإمكانيات اللي يقدر نقدر ككلنا كعمال أننا نضعها لتحقيق هذا الهدف. البارح الأمس كنت واقف يعني في الفلو دي ماراج واستعملت عبارة شعبوية، قلت لهم هذا هم الرجالة، هذا يعني لي كل شيء. قوة المركب هي رجاله، وقوة الرجال اللي عندنا هي لي جون دو لا برودكسيون، هما القوة. مطلع على كل لي فيش دو باي وملف فتحناه، اون دو ترافايي سور 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 لو سيستيم دو ريمونيراسيون، مي سورتو سور لو سيستيم دو ريمونيراسيون او روندمون. حنا نأمنوا بالروندمون، يعني العامل يجيب ويدي بإذن الله. سؤال يطرح يوميا وانشغالات أتلقاها يوميا في عدة نزلات على مستوى الورشات اللي درتها، شيء طبيعي أنه العامل اليوم يقول هذا الشيء. أنا السؤال الأول نقول هل لدينا حل آخر إلا التوكل على الله والعمل جويا لتحسين الأوضاع؟ هذا الشيء اللي نقوله للعمال. الأمر الثاني، أنا تعهدت أني سأعمل ليل نهار ولن أكل ولن أمل، هذا وعد ديته على نفسي أمام الله وأمام العمال، أن العامل يكون أولوية الأولويات في الأهداف اللي حابين نحققها. وقلتها ونعاودها، لولا الرجال ولولا إيماني بلي كاين رجال ورجال مخلصين ورجال يحبوا كي نقول رجال بالمعنى الواسع، رجال يحبوا الحجار المركب الحجار ويحبوا العمل تاعهم ومستعدين انهم يضحيوا باش نعاودوا نرجعوا الحجار، ربما مهمة تكون صعبة جدا. ولكن يقين مني أن العمال ما يخيبونيش، وكما يقولوا يعني والنتيجة نستفادوا منها جميعا وتكون بإذن الله تعالى.
لا بروميير شوز، يعني اول شيء لازم نديروه هو هذا مشروع، هذا ملف فتحناه هو لو سي لو ريسونسمون دو تو سي بيان، يعني لازم ان انفونتير دو تو سي بيان، احصاء هذو لي بيان الكل وكيف هي مستغله حاليا. والامر الثاني هي التفكير في كيفيه استغلال هذه الاملاك، اذا كانت مستغله حاليا في اطار العمل اللي يقوم به الحجار هذا شيء، اذا كانت غير مستغله tout ce qui peut ramener quelque chose de plus, de valeur ajoutée au complexe, on le fera. لا قنبلة كلمة تخوف، أنا ما نخوفش إن شاء الله. هذه مهمة مهمة، وإلى الرب وضعنا في هذا المكان في هذا الظرف لحكمة يعلمها هو. وإذا كان الثقة تاع العمال، الثقة تاع العمال بالمشروع ننجحوا. on fait des bilans d'évaluation. On ne se donne pas un rendez-vous dans 3 ans ou là dans une année. On a des bilans d'évaluation. Chaque semestre, chaque année, on fait des bilans d'évaluation. شيء طبيعي. الحجار اليوم ربما التشغيل راهو on va dire suspendu، لأن الحجار راهو حابس. لكن الحجار قلنا يخدم 6000 مباشر و 12000 غير مباشر، هانا جاوبناك. يعني التشغيل الانتاج يكون التشغيل، ماشي شيء طبيعي، سي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، يا دو ترافاي يا اون دوموند دومبلوا. ويكون الحجار دائما كان اون سورس دومبلوا بور لا بوبولاسيون دو سيت ريجيون، اون سورس اوسي دو فورماسيون باسكو اون فورم انورميمون دابرونتي ايسي. هذا دور يعني لازم نحافظوا عليه بالإنتاج، هو الإنتاج، هو عودة الحجار إلى إنتاج مستمر في مستوى اللي حطيناه، يكون بإذن الله تعالى إيمانا بنا ويقينا منا باللي العمال راح يكونوا في المستوى، نرفعوا التحدي بإذن الله تعالى. ثقتي في عمال وإطارات المركب. هو ارتباط الحجار بقضايا الفساد اليوم راهي يعني بتاتر ان بو سور ديمونسيوني. احنا كاين عداله جزائريه، راهي ملفات عند العداله هي تفصل فيها، واللي دار كاين العداله. احنا اليوم باش نحميو الاطارات مستقبليا ربما من الاخطاء ولا لي طونطاسيون، il faut revenir aux procédures de travail. لما تعاود تولي لي اوتور بروسيدور دو ترافاي كي سون كلير اي ديفيني، الاطار محمي والعمل محمي. واكثر من ذلك نخافوا ربي ونخموا على مستقبل الحجار. الحجار ربما يمرض كيما ضد، لكن الحجار ما يموت ويستمد قوته، خاصه قلنا اولا من 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 العامل تاعه، من الاطارات، من العمال، ولكن من ثقه زبائنه اللي اليوم راهم معنا. يعني وخير دليل هو لو كارني دو كوموند كو نوزافون، يعني دفتر الطلبات اللي راهو عندنا، اللي دفتر الطلبات يسمح لنا يعني عام السنه والعام الجاي اننا ننتج. الثقة بإذن الله علينا أننا نحافظ على هذه الثقة، أكثر من ذلك on consolide cette confiance. Nous avons engagé على كل حال لقاءات مع quelques clients, des clients importants. On parle de Sonatrach, on parle de Naftal, on parle de Sonelgaz, on parle de la MBT, ainsi que des filiales du groupe Imetal. وعندنا زبائن أخرين. اليوم الزبائن راهم يسنوا في الإنتاج، في المنتوج. لازم هذه فرص. حنا نقولوا سي دي زوبورتونيتي كي سوفر، اون دو ان بروفيتي. بور ان بروفيتي سي لا برودكسيون، لا كاليتي دو لا برودكسيون اي لي بري ا بروبوزي. نو افون دي برودوي كي بوفت ات بلاسي فاسيلمون، ا نو دو ترافايي بور ياريفي. لازم اون دو سانتيغري دون سيت ديمارش، ماشي لا حابين، لازم